تلك الأحكام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها العلماء في زيارة المريض، أولا لابد أن يكون لك النية حتى تنالك الرحمة وحتى تكون في غرفة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار مريضا في الصباح قال صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ما شاء الله. ومن صلى عليه ومن زاره مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. من أنت حتى يصلي عليك 70,000 ملك؟ احنا واحد بالك واحد ما يفكر في الدنيا من البشر، ولكن لما تمشي تلك الخطوات ولو الى مستشفى، ما نقولوش المريض اللي تعرفه برك، ولو تديرها هكاك تروح الى مستشفى فتكرم بعض المرضى وتزور بعض المرضى وتنفس عليهم، خاصة مرضى السرطان الأطفال مثلا أو الفئات التي تحتاج فعلا إلى الرعاية. ولا تهم ديانة المريض ولا جنسيته ولا مستواه أبدا. المهم كاين مرضى والله لا يجد من يتفكرهم في المستشفى ويتذكرهم في المستشفى، فنحن أخوة الإسلام تقتضي ذلك. فأنت لما تمشي في هذه الخطوات لك أحكام وأداب. أولا إذا كان المريض تحس أنه مرضه خفيف فيبد أن تدخل عليه السرور، تدخل عليه البشر، وتطيل له الأمل في الحياة وتنفس عليه. قصة ذلك الرجل الذي دخل ربما على عمر بن عبد العزيز، فمنذ دخل وهو ينعى إليه الموتى فعمر قال أنهيت زيارتك؟ قال فإذا جئتنا مرة أخرى، قال إذا جئت لتزورنا فلا تنعى إلينا الموتى، قال وإذا خرجت فلا تعود إلينا. أنا أملح، أنا في رحمة الله وفي أقدار الله. منيح أن يكون في حس دعابة للتخفيف للترفيه. نعم، هذا هو أحكام الزيارة، ينبغي أن يكون التنفيس والتبشير. ما شاء الله راك تنورت، راك وجهك تغير، راك في رحمة الله. ثم تدعو له بتلك الدعوات. النبي عليه الصلاة والسلام لما زار سعدا قال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، وما يدرك لعلها دعوة مستجابة. وتلك السنة النبوية لما تروح تزور مريض تضع يدك على رأسه وتقول سبعا اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أو تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لعلها تكون يدا مباركة ودعوة مجابة فيشفى بها المريض. وغير ذلك من الأحكام، ألا تطيل الجلوس عنده، لا تكثر الكلام معه، مثلا ألا تذكره بما يسوءه، مثلا ألا تذكره بربما عيوب له إذا كان مثلا، غيره من الأحكام. ألا تأتيه بأكل ربما يضر بصحته، يضر بصحته، وخاصة الإجراءات الوقائية. صح. إذا قالوا لك ما تدخلش ما تدخلش، إذا قالوا لك ما تطولش ما تطولش، إذا قالوا لك ما تهضرش معه بزاف، علاش تلح باش تهضر معه بزاف حتى في الهاتف؟